تفاجع بعض سكان حي جنيبور بالدائرة الثانية لبلدية جمينة، حيث ظهر فجأة نمر متوحش هجم على بعض المواطنين وأصابتهم جروح بالغة قبل انطلاق النار عليه. لذا فقد قام وزير البيئة والصيد بزيارة إلى مستشفى الصداقة التشادية الصينية بهدف تفقد أهوال المواطنين الذين تهجم عليهم النمر في صبيحة الخميس 14 من فبراير بحي جنيبور. ولافت للنظر أن ظهور هذا الحيوان المفترس لم يعرف بعد، وعقب الزيارة تحدث وزير البيئة والصيد عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في كشف ومعرفة تهديد الحيوان. أمس يوم 14 فبراير 2019 في نمر واحد جاء دخل في كارتيانا كينبور بساعة 6، شغل جاي من كامرون عشان البارك أنا كلاموية ده قاعد يعني في كسري 2 كيلومتر بس من فليف انا شريده. دونك من اول كله فيلا كله يترافيرسي مش الكيجو، قالوا زمن كله دود كله جا بكان دا ادى يوم كات كله كاتلو، وهسا دا بانتر دا كله نشوفه دا جاي من هناك. ومشاكل زي دا يعني يحصل مع فوندا تجور، مشاكل زي دا يحصل عندنا مشاكل مع المرافقين كله كتر وتوسا، وان شاء الله نشيل قرارات. ويجدر بين القول فإن على المواطنين أخذ الحيطة والحذر واختيار السلطات الأمنية متى ما ظهر شيء من هذا القبيل بشكل مفاجئ حتى لا تلحق ضرر للمواطن.